مرحبا، وياكم أحمد من قناة البستان العربي في أمريكا. اليوم نزيد صنف آخر على سلسلة أصناف التين بأمريكا. طبعا أنا حاليا أشرح على التين الشائع common fig. التين الشائع اللي هو يتلقح ذاتيا، ما يحتاج شجرة تين ذكر قريبة، وما يحتاج حشرة الحشرة الخاصة اللي يتلقح ثمار التين. ما موجود عندنا هنا بأمريكا، موجود بكاليفورنيا، استوردوه بال1800 حتى يلقحون تين اسمه كاليمرنا، تين التركي أنجير، لأن هذاك التين هو الوحيد اللي ينباع يابس، يقدرون يشحنوا ويقدرون يجففوا وينباع على شكل تين مجفف. فاستوردوا الحشرة وزرعوا أشجار الكابريفيك، أشجار الذكر، ونجحوا ببعض المناطق وما نجحوا ببعض المناطق، بس بجنوب كاليفورنيا. ولهذا السبب هنا ما ينتج عندنا أي تين يحتاج تلقيح من حبوب لقاح ذكرية وحشرة تلقيح. ولهذا السبب هذا عندنا التين بس الشائع common fig. اليوم نيجي على هذا النوع، هذا الصنف، هذا اسمه أولمبيان. أولمبيان هو مصنف من أحد أنواع براون تركي. البراون تركي مشهور بأمريكا، بس براون تركي ما يجي يعني صنف واحد، يعني هو عبارة عن جروب، مجموعة. فهذا أولمبيان معروف أنه هو إنجليش براون تركي، يعني براون تركي إنجليزي. يكون شكل التينة يختلف، حجمها يختلف، زائدا هاي تتحمل درجات برد عالية ما تموت، ومن التين الحجمة كبير. فإذا تشوف هنا هذه الشجرة بدأت تقعد عندي بالربيع من السبات، بدأت تطلع هنا. إذا تشوف هذولا هنا نقطتين، واحدة راح تكون غصن جديد، واحدة تكون تين. نفس الشيء تحت، هذه إلها ثاني سنة بالأرض، أنا أمن عليها أزرعها بالأرض هنا، ما أخليها بالسطل لأنه ما تموت بالبرد. أشوف شكل الورق. فإذا حبيت أنت مناطق باردة، يعني بمنطقة 6 أو 7، تقدر تجيب أولمبيان وتزرعها بالأرض، ولا تخاف عليها ما راح تموت، وتنتج تين بحجم كبير. راح أخلي اسم التين، اسم الصنف، وراح أخلي نموذج على تين راح عندي السنة الماضية حتى تشوف شكل التينة. إذا حبيت تشوف فيديوهات أكثر عن أصناف تين أكثر، اشترك بالقناة، راح نزل كثير فيديوهات. شكرا جزيلا.